صلبينا على النبي. وبيبدأ المسلسل مع الطالبة جينا اللي بتروح المدرسة الأول يوم في السنة الدراسية وبتبص على اسمها في السبورة علشان تعرف المكان اللي هتقعد فيه. وبنشوف بعدها الطالبة سنجا راحت تقعد على الطاولة بتاعت جينا وبتكون عايزة تضايقها وتتنمر عليها. واما الطالبة يونا بتدخل للفصل بتلاقي صاحبتها سنجا كانت بتنده عليها وبتقولها تيجي تقعد على الكرسي بتاع جينا. وبعد ما الطالبة يونا بتمشي ناحية جينا وبتكون عايزة تقعد مكانها بنلاحظ ان جينا ما كانتش قادرة تدافع عن نفسها وبتروح تقعد على كرسي تاني. وبتلاحظ وقتها ان الطلبة ما كانوش عايزينها تقعد معاهم فبتقرر تروح تقعد لوحدها. وفي الوقت ده بيوصل للمدرسة الطالب هوسان وبنلاحظ ان البنات كلها كانت معجبة بيه. وبيكون هوسان عايز يروح يقعد وبيوقع المقلمة بتاعت جينا لكنه بينزل علشان يرجعهم ليها. وبتكون جينا عايزة تنزل تاخدها وبتلاقيه بدأ يعتذر لها على اللي حصل. وبنشوف بعدها الطالبة يونا طلبت من صاحبتها سنجا يبدلوا أماكنهم وبتكون عايزة تقرب من هوسان اللي أعجبت بيه. وبعد لحظات بتنضم للمدرسة طلبة اسمها أيوان وبتطلب من جينا تبقى صاحبتها علشان هي قاعدة جنبها. وبتكون جينا مش مصدقة إن في طلبة بتتكلم معاها وبتوافق إن هما يبقوا صحاب. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف جينا كانت لوحدها وبتقول إن الطلبة بيفضلوا يتجاهلوها. وبعد ما جينا بتروح توقف مع الطلبة علشان تاخد الفطار بتلاقي يونا وصحابها ظهروا لها وكانوا بيحاولوا يضايقوها. وبنشوف بعدها جينا كانت قاعدة في الفصل وبتلاقي الطلبة أيوان بدأت تتكلم معاها وتقرب منها. وبتكون أيوان شايفاها انطوائية وقاعدة مع نفسها وبتحاول إنها تخليها تهتم بشكلها وتتصاحب مع الطلبة. وبعد ما جينا بتعمل الميك اب وبتبص لنفسها في المرآة بتقول إن شكلها بقى غريب، فبتقول لها أيوان إنها بقت جميلة وبتاخدها كمان للكوافير بتاع أختها علشان تظبط شكلها. وبعد ما جينا بتعمل شعرها وبتشيل النظارة بيقولوا لها إن شكلها دلوقتي بقى أجمل. وبتكون بعدها جينا قاعدة مع إيوان وأختها وبيعرفوها إنها لازم تغير من نفسها وما تفضلش قاعدة لوحدها. وفي تاني يوم بنشوف جينا كانت في الفصل وبتتكلم مع صاحبتها إيوان وبتقولها إنها مش عايزة تعمل ميك اب على وشها. وساعتها إيوان بتنده على الطالب هوسان وبتسأله عن رأيه في شكل جينا وبتكون عايزة تثبت لها إنها جميلة فعلا. وبيفضل بعدها هوسان يبص لها وبيخليها تشيل النظارة وبيقول لها إنها جميلة فعلا. وبتظهر وقتها الطالبة يونا وبتلاقي جينا كانت جميلة فبتقولها تنضم لنادي التصوير بتاعهم. وبتكون جينا عايزة تمشي على كلام إيوان وتتصاحب مع الطلبة وبتقولها إنها موافقة تنضم لهم. وبعد لحظات بنشوف جينا كانت عايزة تنظف لكنها بتتعرض للتنمر من سنجا صاحبة يونا. وبيجي بعدها هوسان وبيكون عايز ينظف مكان جينا بس يونا بتقعده جنبها وبتطلب من سنجا تصورهم مع بعض. وبتبدأ ساعتها سنجا تصورهم وبيكون باين على يونا إنها معجبة بهوسان. وبنشوف بعدها جينا راحت تقعد مع صاحبتها إيوان وبتلاقيها كانت جايبة لها هدية بمناسبة صداقتهم. وبتعدي بعدها الأيام وبنعرف إن جينا بقت أشهر طالبة في المدرسة وإن البنات كلها عايزة تقعد معاها. وبنعرف كمان إنها بدأت تقرب من هوسان وإنه بقى أفضل صديق ليها. وبنشوف بعدها حد من الطلبة راح لجينا وبيديها هدية وبيطلب منها يتعرفوا على بعض ويكونوا صحاب. وبيظهر إن هوسان وصاحبه كانوا شايفين اللي حصل وبيعرفوا إن جينا ما بقتش قاعدة لوحدها وإنها بقت اجتماعية مع الطلبة كلهم. وفي يوم بتكون جينا قاعدة بتصور المناظر الطبيعية وبتلاقي هوسان وصاحبتها أيوان كانوا مع بعض. وبنلاحظ وقتها إن جينا بدأت تتضايق علشان بدأت تعجب بهوسان لكنها مش بتعمل حاجة وبتتقبل الوضع. وبنشوف بعدها جينا راحت لأيوان وبتقولها إنها معجبة بحد من الطلبة لكنها بترفض تقولها هو مين. ومع مرور الوقت بنعرف إن جينا بدأت تتجاهل أيوان وما كانتش بتمنع يونا وصاحبتها اللي بتنمروا عليها. وبيكونوا بعدها الطلبة كلهم متجمعين وبتطلب يونا من هوسان يكتب أي حاجة على الورقة. وأما هوسان بيكتب إنه بيحب إيوان بنلاحظ إن يونا بدأت تتضايق ومش بتخلي إيوان تعرف هو كتب إيه. وبيظهر إن جينا كانت ملاحظة باللي بتعمله إيوان لكنها مش بتقدر توقفها علشان هتبدأ تتنمر عليها تاني. وبنشوف بعدها هوسان بدأ يروح لبيت إيوان وبيذاكر معاها وبيكونوا الاتنين مبسوطين وهما مع بعض. وبيجي بعدها يوم ميلاد إيوان وبنشوف جينا وصحابها راحوا يحتفلوا معاها. وبنلاحظ وقتها إن يونا كانت بتحط التورتاية على وشها وبتفضل تدوقها وبتكون قصدها إنها تبهدل شكلها وتتنمر عليها. وبتكون جينا شايفة صاحبتها إيوان وهي بتتعرض للتنمر لكنها بتكون مش عايزة تبوظ صداقتها مع يونا وبتفضل ساكتة ومش بتعمل حاجة. وفي تاني يوم بنشوف إيوان راحت لجينا وبتتكلم معاها وبتطلب منها ما تتصاحبش مع يونا وصحابها. وأما إيوان بتلاقيها ما ردتش عليها بتطلب منها تسمح لها تروح تسهر معاهم. وبعد ما البنات كلهم بيروحوا علشان يسهروا بتلاحظ إيوان إن جينا بدأت تشرب فبتاخدها معاها وبتكون خايفة عليها. وبنلاحظ بعدها إن جينا ما كانتش عايزة تروح معاها بس إيوان بتقول لها إنها بتعمل كده علشان هي خايفة عليها.
وساعتها بتظهر يونا وبتقول لجينا تيجي تسهر معاهم، بس جينا بتعتذر منها وبتقول لها هتمشي مع ايوان. واما يونا بتقول لها انها هتبدأ تتنمر عليها من تاني، بنشوف جينا سابت صاحبتها ايوان وبتروح علشان تسهر معاهم. وبعد كم يوم بنشوف يونا راحت لايوان وبتكون عايزة تاخد منها الجاكيت، بس وقتها بيظهر هوسان وبيمنعها. وساعتها بتقول له يونا انها كانت بتهزر معاها لكنه مش بيصدقها وبتجاهل كلامها. وبتيجي بعدها سنجا وبتبدأ تتخانق مع يونا اللي كانت صاحبتها، وبتقول لها انها بقت متنمرة بشكل كبير، وبتكون يونا عايزة تضربها بسبب اللي عملته، بس بتلاقي الطلبة كلهم بدأوا يصوروها وبيقولوا ان هم هيفضحوها. وبنلاحظ وقتها ان ايوان ما كانتش عايزة تبوظ مستقبلها، وبتقول لهم ان هم كانوا بيهزروا مع بعض. وبنشوف بعدها ايوان راحت تتكلم مع يونا لوحدهم، وبتقول لها انها ما اذتهاش في حاجة علشان تفضل تتنمر عليها. وبتكون يونا مش عارفة ترد عليها وبتفضل تبص ناحيتها، وبتكون زعلانة على اللي عملته فيها. وساعتها ايوان بتسيبها وبتمشي، وبنعرف بعدها انها اختفت ومحدش عارف عنها حاجة. وبعد مرور عدة سنوات بنشوف جينا كانت ماشية وبتقول انها عايزة توصل لايوان علشان تعتذر منها. وبتدخل بعدها جينا للكافتيريا وبتتقابل بهوسان، بس بتلاحظ انه ما كانش عارفها. وبتحاول وقتها جينا انها تفكره بنفسها وبتلبس النظارة لكنه بيكون مش فاكرها. وبعد ما جينا بتخرج من الكافتيريا بتلاقي هوسان جالها وبيقول لها انه افتكرها. وبنشوف بعدها هوسان اخد رقم موبايلها وبيكون عايزة تتواصل معها لو احتاجت حاجة. وما جينا بترجع للبيت وبتكون عايزة تاخد الطلب اللي طلبته، بتلاقي يونا اللي كانت جايبة لها الأكل. وبتبدأ بعدها جينا تتكلم معاها وبتعرف إنها بتشتغل في كل حاجة وحالتها المادية مش كويسة، وبتعرف كمان إنها عايزة تشتغل ممثلة بس لسه ما عملتش المقابلة اللي مطلوبة منها. وفي وسط الكلام بيتكلموا عن صاحبتهم إيوان اللي اختفت، وبتقول يونا إنها عايزة تعتذر منها. وفي يوم بنشوف ايوان كانت قاعدة في بيتها وبتلاقي جينا كلمتها في الموبايل وبتقولها انها تعبت كتير علشان قدرت توصل لرقمها، وبتقولها كمان انها فاكرة ان اليوم يوم ميلادها وبتطلب منها تقابلها بكرة علشان تشوفها. وبتكون ايوان زعلانة منها وبتفضل تسمع كلامها ومش بترد عليها. وفي تاني يوم بنشوف جينا راحت تستناها في الكافتيريا وبتكون على امل ان ايوان هتيجي تقابلها. وبعد ما جينا بتقعد كتير وبتقرر انها تمشي، بتلاقي ايوان كلمتها في الموبايل وكانت واقفة وراها. وساعتها جينا بتبدأ تعيط وبتعتذر لها، وبتلاقيها تقبلت اعتذارها وبتقول لها ما تعيطش. وبيلاحظوا وقتها ان هوسان ظهر وكان معاه يونا، وبتجري يونا علشان تعتذر لها. وبنعرف بعدها ان جينا اللي كلمت يونا علشان تيجي تعتذر لها، وبتفضل يونا تجري ورا ايوان لغاية ما بتوقفها. وبتبدأ ساعتها يونا تلبس هدوم المدرسة وبتعتذر لها كطالبة، بس ايوان بتكون زعلانة جدا ومش بتقدر انها تتقبل اعتذارها. وبعد كم يوم بنشوف يونا راحت علشان تعمل المقابلة اللي كانت مطلوبة منها، وبتتسأل شوية أسئلة عن حياتها. وساعتها يونا بتحكي لهم بكل حاجة عملتها في المدرسة وفي إيوان، وبتطلب منهم ينشروا المقابلة علشان إيوان تشوفها وتسامحها. وبيظهر بعدها إن إيوان كانت شايفة المقابلة وبتروح لها المكان شغلها وبتقول لها إنها مسامحاها. وبعد لحظات بيجوا باقي صحابهم ومن ضمنهم سانجا، وبياخدوا صورة كلهم مع بعض. وما سنجا بتمشي مع صاحبتها بنشوف هوسان بدأ يتكلم مع صاحبته جينا وبيقولها انه هيوصلها لبيتها. وبتكون جينا عايزاه ياخد راحته مع حبيبته ايوان، وبتقول له انها هتمشي لوحدها. وبتمشي بعدها ايوان مع حبيبها هوسان اللي كان بيقولها انه بيحبها واشتاق لها جدا. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.